هاي. بالعصور القديمة كانت الكفوف تنلبس لحماية الإيدين خلال العمل، وبالعصور الوسطى صارت الكفوف تدل على الغنى والسلطة. بالقرن 19 كانوا النساء والرجال يلبسوا كفوف بالداخل والخارج. الأسود كان اللون المخصص للداخل بالنهار، والأبيض كان مخصص للخارج بالليل. كان يتم حاجز كفوف الشخص بحال عمل غلطة أو جرم معين، وكانت تستعمل كمان للتعهد. أما بالأعراس فكان يتم توزيع الكفوف على المشاركين. الفرسان كانوا يحطوا كفوف حبيباتهم بخوازهم خلال المعارك لجلب الحظ الجيد، ورمي الكفوف كان يعتبر تحدي ودعوة للمبارزة. بالسبعينات دخلوا الكفوف على عدة رياضات، ومن بين البوكسينج، وبالثمانينات دخلوا على مهنة الطب. مين قال إنه وولد ديزني يحط كفوف لشخصية ميكي ماوس لتكون أقرب لتشبه الناس ومش الفيران؟ أنا قال. شوفكم بكره.